السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا على بوكسر ستاش السورلت. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نعمل كروت المعايدة. اتعلمنا قبل كده في فيديو سابق إزاي نعمل كروت المعايدة الصغيرة دي، وتقدري تعملي فيها إهداء لعيد الأم أو لصديقتك أو في عيد الحب. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نعمل كروت المعايدة بس بحروف بارزة. إن شاء الله هنزل لكم الطريقة الأولى في صندوق الوصف، وكمان بطرون الطريقة هنزلها لكم في صندوق الوصف. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد ان شاء الله هنزله على القناه. يلا بينا نتابع الطريقه.